حسين كوكادير نائب الكاتب الوطني للاتحاد الوطني لطلبة المغرب. هذه الوقفة هي وقفة تضامنية دعت لها الكتابة الوطنية للاتحاد الوطني لطلبة المغرب، ودعا لها كذلك مكتب فرع جامعة بن زهر للتضامن مع ومؤازرة الطلبة الثلاثة المطرودين ظلما وعدوانا، ولتنزيل البرنامج النضالي الوطني الذي سطرته الكتابة الوطنية في آخر لقاء لها، لقاء استثنائي للجنة التنسيق الوطنية. الاستمرار السيد عميد كلية العلوم في التعنت وفي الإصرار على عدم إرجاع الطلبة إلى الكلية وإلى مقاعد دراستهم لن يزيد هؤلاء الطلبة، ومعهم جميع هياكل الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، بل جميع الطلاب الجامعة المغربية والمتضامنين من مختلف الفئات المجتمع المغربي، إلا صمودا إلا الاستمرار في النضال المشروع حتى يتحقق مطلب هؤلاء الطلبة. مطلب هؤلاء الطلبة هو مطلب شرعي، مطلب يكفله الدستور المغربي، تكفله المواثيق الدولية والعهود الدولية، يكفله القانون المنظم للتعليم العالي. هذا حق إنساني لا يحق لأي كان كيفما كانت سلطته، كيفما كان موقعه، كيف كانت مكانته أن يسلب هذا الحق لهؤلاء الطلبة. وبالتالي هذا الطرد قلناها مرارا وتكرارا ونعيدها في هذه الوقفة التضامنية التنزيلية للبرنامج المسطر الوطني للكتابة الوطنية، أنه قرار جائر، قرار باطل ولا قانوني، وتجوبه عدة خروقات صرح بها هؤلاء الطلبة وأكدها السيد محامي الطلبة الثلاثة بالحجة وبالبرهان والدليل ومغالطة السيد العميد. ندعوه إلى إعادة النظر فيها واستعمال وإعمال العقل فيها. كذلك هذا القرار هو قرار غير تربوي، لأنه إذا نظرنا إلى مؤسسة جامعية بقيمة كلية العلوم بقيمة جامعة بن زهر، هو بالمجالس التأديبية والبيداغوجية والإدارية والأساتذة الأكفاء الموجودين في الكلية، بالتالي أن يسمحوا بأن يمر هذا الطرد بهذه الطريقة فهو سب للجامعة المغربية، وهو يهين ويسيء للجامعة المغربية. الرسالة التي نريد أن نوصلها للرئاسة الجديدة وللدولة المغربية وعلى رأسها الوزارة الوصية التي تتحمل مسؤولية قطاع التعليم العالي، أن تراجع هذا القرار وأن تتدخل كما تدخلت في أمور أخرى. نرى ونتابع الشأن الوطني أن مدير فقط لم ينضبط لي مذكرة وزارية فأتدخلت وأعلنت المساطر القانونية لهذا الإجراء، وبالتالي الوزارة مدعوة وواجب عليها أن تتدخل في هذا الملف وأن تنصف إنصاف. نحن نطلب الإنصاف ونطلب العدالة. بسم الله الرحمن الرحيم. عبد الناصر طوني طالب كلية العلوم جامعة بن زهر أكادير السنة الثالثة شباط الرياضيات، حتى الطلبة المطرودين ضمن عدوان جامعة بن زهر أكادير. المهم القرار ديال الطرد ديالنا كان من الأول بدات القصة من تعيين العميد الجديد اللي هو حسن نشيط، حيث انه ما بغاش العمل النقابي داخل الساحه الجامعيه، اخذوا على مجموعه الخطوات الكبيره، مثلا مصادره مقر مكتب تعدد كره العلوم، احراق السبورات النقابيه وخلعها، وكذلك تمزيق الاعلانات، منع الانشطه ديال النادي العلمي مبتلى في احساس الدعم النتي واضطرار الطلبه. كذلك ما وصلش عندما اكتفي بهذا الحد، ولكن تفادى بانه قدم بنا شكايه كيديه في شخص الكاتب العام مبركه من قبيل اعانه موظفين وتعيب اشياء مختصه للمنفعه العامه، اللي خدينا استدعاء ديالها عند البوليس عند مصلحه الشؤون الدراسيه بالكليه. المهم استمر التضييق للدوره الاولى رغم اننا رسلنا مجموعه من المنابر من بينهم عمر حلي الرئيس السابق، ولكن لا حتى من تنادي. المهم كانت تفاجئنا 20 بريب خروج قرار ديال الطرد ثلاث الاسماء اللي هما عبد الناصر طوني، عمر الطالب، حميد محمد. واحد المجلس من الدار ما حضرناش ليه، ما استدعيناش ليه نهائيا، ومنين فينا باش ناخذوا قرار الطرد باش نعرفوا التعنموج هنا والمسائل، ما لقيناش لا عند رئيس الجامعه لا عند عميد كليه العلوم شي كيصيفطنا شي. اتخذنا مجموعه من الخطوات مع مكتب تعدد كليه العلوم، كذلك الجمعيه الطلابيه، كان اخيرا الاعتصام اللي استمر 28 يوم وحنا مليوحين قدام الكليه تما، لا احد يحرك ساكنا لا من الاداره مازال متعنته لا من رئاسه الجامعه لا من الوزاره الوصيه، لا احد يحرك ساكنا بحال احنا ما عارفين كنا، ما كناش ماشي احنا مواطنين داخل المملكه المغربيه ولا شي حاجه. المهم حنا من هذا المنبر كنشكر جميع المنابر الاعلاميه اللي تساندت القضيه ديالنا وعرفت بها، وكذلك جميع الطلبه والطالبات الحقوقيين الافراد والهيئات السياسيه اللي ضمنت معنا وساندت القضيه ديالنا، وكذلك نؤكد اننا زلنا متشبتين بحقنا في التعليم، واليوم نحضر في هذه الوقفه جسدا لاننا مازال صامدين في الاعتصام ديالنا دفاع عن حقنا، ولا تراجع ولا استسلام حتى استرجاع حتى عودتنا الى الدراسه. والسلام عليكم ورحمه الله. شكرا.